حرب الإطلالات تشتعل بين ياسمين صبري وأبو هاشيمة. تعمد كل منهم الظهور بإطلالات فخمة بعد الانفصال. تداول الجمهور أحدث الصور لظهورهم وأعلنوا أسعار الأزياء. إليكم تفاصيل إطلالات أحمد أبو هاشيمة وياسمين صبري. بعد البحث اتضح أن إطلالة ياسمين صبري الأخيرة بالفعل سعرها غالي كعادتها، ففي آخر ظهور لها ارتدت إطلالة رياضية أنيقة ونسقت معها حقيبة قيمتها 934,000 جنيه، بينما ارتدت سليبر أنيق من اللون الأبيض سعره 12,000 جنيه. تداول رواد السوشيال ميديا بعد انفصال ياسمين صبري صورة جديدة لرجل الأعمال أحمد أبو هاشيمة، وظهر مرتدي ملابس أنيقة وكشفت عن تفاصيل جسده الرياضي، واستكمل إطلالته بساعة أنيقة من اللون الأخضر، واتضح أنه سعر هذه الساعة 2,000,000 جنيه. فسر البعض أنه اختيار أبو هاشيمة لهذه الساعة جاء كرد على إطلالة ياسمين الأخيرة، لكن الحقيقة أنه إطلالة أبو هاشيمة المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا ظهر فيها من عام تقريباً. ياسمين صبري أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هاشيمة خلال الفترة الماضية، وأكدت أنه الانفصال تم بهدوء واحترام بين الطرفين قبل عيد الفطر بأيام قليلة، وحضر جلسة الانفصال كل من شقيق أبو هاشيمة وصديقتها المقربة. تردد أنه ياسمين صبري حصلت على ثروة ضخمة من زوجها بعد الانفصال، وتضمنت هذه الثروة مصنع للعدسات اللاصقة وآخر للأزياء، بالإضافة لمجوهرة ثمينة وأسطول سيارات فخمة بضم 24 سيارة، لكن بعض المقربين كشفوا أنها تنازلت عن حقوقها مقابل الانفصال في أسرع وقت. تعرف أبو هاشيمة على زوجته السابقة ياسمين صبري في صالة الألعاب الرياضية، وبعد فترة قصيرة أعلنوا للجمهور خبر ارتباطهم، ثم تم الزواج في حفل عائلي بسيط بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. اعترفت ياسمين أنه خلال فترة زواجهم كان أبو هاشيمة رجل كريم وقدم لها العديد من الهدايا والمفاجآت، واحتفل بعيد ميلادها وعيد زواجهم بطرق مميزة نالت إعجابها، بالإضافة لرحلات مميزة في عدد من دول أوروبا أبرزها اليونان وإيطاليا وأمريكا وإسبانيا. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.